الأشجار على الناس أو على القرى أو على أي منطقة، هذا أكبر دعم للفلسطينيين، بثبتهم على أرضهم، على وبمنع إنه المستوطنين أو اليهود يأخذوا هذه الأراضي، ومنه برضه إذا كانت مثمرة بيستفيد منها المواطن لرفع اقتصاده أنه يبيع أو يتاجر فيها. أنا بشكر الجمعية العربية على دعمها لنا على هذه الأشجار المثمرة، وبتمنى إنها ما توقف عن دعم المزارعين والفلاحين وتضلها تدعم الناس. الجمعية العربية لحماية الطبيعة لدعمها للمواطنين بعلمها لفلسطين للمزارعين، نقدم لهم كل الشكر والاحترام ومزيد من الدعم لكل المواطنين، مش بس الأراضي اللي عند الجدار، احنا جميع أراضينا مصادرة ومهددة بالمصادرة، ويحاولوا انهم يتعرفوا على القرى وعلى الأراضي وعلى الناس اللي مش قادر تستصلح أراضيها، يتعمقوا في المواطنين.